حاجة ممكن تديريها لراحتك ولبشرتك هو انك تديري روتين خاص بيك وتمشي عليه. الفيديو هذا حبيباتي بنديره روتين للعناية بالبشرة في فصل الشتاء. هنركز اكتر مع البشرة المختلطة والبشرة الجافة، لان انا شوية بشرتي مختلطة والبشرة الجافة هي اكتر بشرة تعاني بصراحة في الشتاء. خلونا نبدو نتكلموا عن روتين العناية، لكن قبل ما نبدو ما تنسيش سبسكرايب ولايك الفيديو هذا، وهاي طول نبدو الفيديو. اول حاجه حبيباتي نتكلم عن الفيشل سكين كير، وبعدين نتكلم عن البادي سكين كير. يعني اول حاجه بنبدو بالمنطقه هذه بس، ننسوش النك، وبعدين نتكلموا على الجسم. خليني نقولك الاول على تيب هيك ونصيحه حلوه انا ماشيه بيها وفعلا دارت الفرق في بشرتي، وهي انا حبيباتي لما ننوض الصبح ما نستعملش غسول الوجه. نقولك علاش، انت قبلها بيوم مدايره الروتين الليلي بتاعك، مغسله وجهك تمام وحاطه سكين كير، فاوريدي وجهك نظيف، مش محتاجه ان انا نحول الترطيب منه، خاصه كان بشرتي جافه فما فيش افرازات دهنيه هلبه، فبنوض الصبح نغسل وجهي بميه بس. حتى سالوني بهي نوع في الشتاء شنو هو الغسول المفروض نستخدمه، هقول لك في الشتاء احسن غسول لنوع البشره الجافه والمختلطه هو الكريمي كلينزر، وهو يفرق عن الجل كلينزر في التكستشر بتاعه، يكون في نسبه عاليه من الترطيب باش ترطب لك بشرتك حتى في الشتاء، يعني هو حيدي لك التنظيف للبشره لكن نفس الوقت بيحافظ على ترطيبها. شوفي بنات الفرق ما بين التو تكستشر. كملنا الكلانزينج، خنخشوا على الترطيب. بالنسبة للترطيب اليومي لبشرتك نبيك تحطي سيروم في روتين العناية اليومي، تحطي سيروم قبل المويسترايزر كريم، فالزوز مع بعض بيديروا ترطيب عاري. ياريتك تحطي هايرورانيك سيروم على بشرة مندية يحافظ على الترطيب داخل البشرة، او استخدمي فيتامين سي، ديري السيروم اللي يريحك، لكن المهم عندي ان انت لازم تحطيه في روتين العناية بالبشرة بتاعك. سيروم مويسترايزنج كريم، مدى بيك تديري ماسك ترطيب مرتين في الاسبوع او على حسب احتياج بشرتك. مرات في بشرتك تحس ان هي جافه زياده، فنبيك تديري ترطيب عميق ليها. اللي متابعني يعرف انني نكره حاجه اسمها مقشرات فيزيائية، اللي هي يكون فيها حبيبات الصغيرة هذه تحطيها على وجهك وتقعدي تفركي 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 وجهك بيها لين تولي أحمر ويصير لك التهابات وتولي حالتك حالة. يا بنات أنا بصراحة يعني قداش نكرهها المقشرات هذه، وقداش يعني نتمنى كنت عرفت المعلومة هذه قبل. البنات اللي بشرتهم حساسة وبشرتهم جافة مش محتاجين هذا الفرق. أنا كنت لما نستعمل المقشرات الفيزيائية هذه ونقعد نفرك في بشرتي كان يصير لي احمرار والتهابات وتطلع لي بريك اوتس اللي هي حب الشباب، لين وصلت لاقتناع ان هذه مش مناسبة لي. ونعتقد ان 80% من البنات نفس المشكلة وهم مش عارفين، فرجاء خاص انف وقفي الفيزيكال سكربس او المقشرات الفيزيائية وخليكي على المقشرات الكيميائية، افضل واحسن وأأمن. تبي تستعملي فيزيكال سكربس ما عنديش مشكلة على جسمك، لكن وجهك نو لا لا لا. عارفة حتسألوني باش هي المقشرات الكيميائية، حنقولك تستعملي اما ديفرين اكريتين او سكينورين. كان انت حامل سكينورين مناسب للحوامل، الديفرين والاكريتين كان بنختار ما بيناتهم، انا بصراحة كانوها نفضل الديفرين. هل لان احنا توا في الشتاء معناه اننا حنهمل في السان سكرين؟ اكيد لا، وقت الشمس هذا في الشتاء وفي الصيف والربيع والخريف في كل الفصول يا بنات لازم يكون في روتين العناية البشرة بتاعك النهاري. كملنا الوجه، تعال نمشي للجسم. حس في روحي حاطة بلاشر شوية زيادة اليوم، شو رايكم؟ عادي صح؟ علاش تقبلوني؟ احنا اصلا وصلنا نص الفيديو فخلونا نكمله وخلاص. كيف نهتم بجسمي في فصل الشتاء؟ اول حاجة في الشاور، احنا توا في الشتاء، كان قلت لك اغسلي بمية مسقع حتقولي لي نو واي نعرف، وكان قلت لك اغسلي بمية فاترة حتبدي تقولي لي انها صعب ومش عارفة ومش قادرة نعرف. حتى انا زيكم من النوع اللي يسقع هلبة وما نقدرش نغسل بمية مسقعة في الشتاء، فانا بصراحة نغسل بمية دافية، لكن حتى المية الدافية في بنات ما يقدروش، لازم تكون المية سخونة. فماذا بيك تغسلي بمية فاترة؟
لكن كان ما قدرتيش الموضوع مش تعذيب. الحلوات اللي ما يقدرش يغسلوا بمية فاترة، انا عندي لك حل، بتقللي فترة الاستحمام. بمعنى انت كان من الناس اللي تغسل في نص ساعة، نبيك تغسلي في ربع ساعة، سهلة صح؟ فبدال ما تعرضي جسمك والجلد متاعك او بشرتك للحرارة فترة طويلة، احنا نبو نقللو الفترة هذه على قد ما تقدري. اوكي، ديري شاورك في السريع. تاني حاجة السكروبس. في الشتاء البنات اللي عندهم بشرة جافة او البشرة مختلطة، جلدهم هلبا يتقشر ويكون عندهم جلد ميت وطبقات هيك مش حلوة على البشرة. كيف نتخلصوا من الجلد الميت هذا؟ عندنا طريقتين، طريقة اسبوعية وطريقة شهرية. ديري مرة في الاسبوع تقشير كامل للجسم، بتجيبي الفيزيكال سكروبس او المقشرات الفيزيائية هذه اللي تكلمنا عليها، وتديري سكروبينج لجسمك كله. والاختراع الثاني اللي نحبه وهو الحمام المغربي. البنات ديروا حمام مغربي مرة على الاقل واحدة في الشهر، فعلا حيغير من جلدك والتكتشر بتاع اللي هو الملمس الجلد نفسه، حتحسيه ناعم اكتر، فعلا القشرة هذه او الجلد الميت كله حيتحول. فدي بصراحة يا بنات نحس فيه هذا لازم يكون في روتينك للعناية بنفسك على الاقل مرة في الشهر. تقدر تديري لي روحك او تمشي لسبا في اماكن هلبة ممكن يديروا فيها حمام مغربي. بالنسبة للترطيب، خليني نقولك على حاجة، احسن وقت ترطبي فيه بشرتك بعد الشاور طول. علاش؟ لان المسام بتاعك قاعدة مفتوحة وفي شوية بشرتك مندية، فلما تحطي المرطب اي حاجة بترطبي بها بشرتك، البشرة نفسها تحتفظ بالمرطب هذا فترة اطول. على خاطر هيك ننصحك ديما بعد ما تكملي شاور تحطي طول البيبي اويل. في هلبة انواع زيوت اللي هي البيبي اويلز او زيوت الاستحمام، اللي ننصح بهم اللي نحبهم شخصيا هي اما نيفيا يا اما فازلين. الزوز احسن من بعض، تاخدي هذا او بتاخدي هذا أنا راضي عنك في الحالتين. بعد ما كملنا وحطينا البيبي اويل بنكمله ونزيده ترطيب ونحطه الكريم، بودي كريم او بودي لوشن. واكيد حبيباتي باش يكون وجهك وجلدك مترطب لازم تشربي ميه هلبة، زي ما بترطبي من برا لازم ترطبي من الداخل. اهتمي بالدايت متاعك، الفواكه والخضروات وهيك، يعني هذه حاجات مش محتاجه ان نقولها لك، لازم تكون موجوده في الروتين متاعك الاساسي. هيك نكونوا كملنا الفيديو متاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. كان عجبكم حبيباتي ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وان شاء الله تلاقوا في فيديو جديد. احبكم هلبة، باي باي.